مسار جد بسيط، زادت 1974، أسرة فيها أخ ديالي الأكبر، أم والأب ديالي كانوا كيشتغلوا، فقريت في المدرسة الابتدائية طبعا في كازا أنفا، زادت طبعا في الدار البيضاء وكبرت فيها، من بعد التحقت لو كوليج لو ليسي ديال التعليم ديالنا، ومن بعد كلية الطب. طبعا أليبوك كلية الطب يعني كانت الهدف ديالي الوحيد والأسماء هو أنني نمشي لكلية الطب، ديك منين تزاديت وأنا باغا نكون طبيبة، دونك بقيت شادة في كلمتي كوموندي. دونك طبعا سيتي أن سوي أن غير دخ ميديسان أن جور، إي بوي الحمد لله طبعا الإجتهاد، وهذا يعني اليوم أول درس يمكننا ناخذه على أن الإجتهاد والإنسان يعمل في راسه واحد الهدف كيكون من بين الأشياء اللي كيمكن له يوصل لها. فطبعا بعد تخرجي من كلية الطب التحقت كجميع الأطباء اللي كنا ديك الساعات كنتخرجوا، كان عندنا واحد المسار ديال المجال القروي ضروري كان خصنا نمشيو له المناطق النائية، وبالتالي كنت مشيت لوزان. كما انكدوت مشيت لوزان، وهذيك المدينة يعني الأب ديالي ناتيف منها، ولكن ما كناش كنمشيو لها طبعا، الالتزامات ديالو المهنية وديك الشيء ما خلاتوش نبدا نمشي. بديت كنمشي لواحد المدينة اللي بعيدة على مدينة الدار البيضاء تقريبا 350 كيلومتر. هاد العبدة الضعيفة يعني كل الشكر الجزيل لوالديا، لأن حاولوا ما أمكن على أنهم يعني يوفروا لنا الإمكانيات باش يمكننا نشتغلوا، في حين يعني كانوا عندهم يعني خدمات متواضعة. فبديت كنحط السيارة ديالي في لاكار، وليت كنمشي كنشد التران، كنمشي حتى القنيطرة، كنهبط في القنيطرة وكنشد الكار العادي اللي كيشدوه كاع الناس. علاش حنا مازال كندويو على امرأة ما كانش عندي ديك لا كاباسيتي انني نمشي صايقة في الجبال باش نوصل، فبالتالي كنت كنخلي السيارة في لاكار ديال الدار البيضاء، كنت كنمشي وكنمشي في الكار. وهنا جو روجي على بروش جونغ، ملي كنت كنخرج باش نمشي لي زورجونس نشتغل فيها كنت كنمشي معاها الخمسة د الصباح، كنخرج من الدار مع خمسة د الصباح. الخروج ديالي مع خمسة د الصباح وللأسف، وهنا كنرجع للمجتمع ديالنا، كنت كناخذ ان تاكسي ولا دي فوا كندي طوموبيل باش نخليها في لاكار كيفما كنقول، مي دي فوا كنت كنهبط على رجليا وكنقول غادي نمشي ناخذ تاكسي. فمرأة مغربية كتخرج مع خمسة د الصباح هازة ساك ودي فيه حوايجي وطابلية والماكلة ديالي ديال لاكار، نظرة ديال سائق الطاكسي مرة خرج من خمسة د الصباح لا بصح حوايجها وغادي مقادة، فين كانت بعدك ماشي كيقول لك اشنو غادا ديري فين كانت. ف وانا عمري ما نسى واحد يعني واحد اليوم انني دخلت لهذاك الطاكسي هو يسد البيبان ديال الطاكسي. جيتي جون جافي 25 عام تخي جون، يعني ملي تخرجت بديت كنعمل. طبعا هو ملي شافني هكا كنا نقول له سيدي راني طبيبه، يعني جي كومونسي ا مي جوستيفيي بور دير بوركو جو سور ا 5 اور دو ماتان، راه جو نو سوي با كيلكان لي في بال، وليت جو مي جوستيفي بور دير انا ما غادا نخدم، راني خليت وليداتي باسكو ا ليبوك جافي ديجا اي مي دو في، باش كنقول له راني خليت وليداتي ناعسين وراه بنتي كترضع يعني. Et là, j'ai senti que la pression de la femme marocaine qui doit aller travailler pour avoir des vies dans un patelin de trop. En lui disant ça, il a déverrouillé les portes. Il a compris que. ماشي داكشي اللي كان في بالو، وبدا كيقول لي والله يعاونك والله يسهل عليك والله دونك بو فو دير كو يعني المسارات ديال المرأة المغربية راه ليست بمسارات سهلة، تحت
حطينا في مواقف جد صعبة ولكن بالاستمرار بالإلحاح. إذا كملت بيان سور طريقي ومشيت خدمت 5 سنوات في المدينة مدينة وسام في قسم المستعجلات. وهنا غادي نرجع لا كيسيون ديالك ان جو مي كنت تما كيكون انسان واحد في ليزورجونس مكيكونش من غيرو في لوبيتال كامل. جات واحد لا فام اون ايموراجي وحنا ليفوك اون فوزي لي ايموراجي ديال لي فام كي ابورتي يعني مرض ماشي. اي هاد لا دام جات بون ايموراجي فودغويونت. جات عيط ليا لافيرميي قال لي عايز تشوفي السيده. انا خرجت السيد جاي من ان باتنا قريب الشفشاون كيشوف فيا لابسه جين وان تيشيرت في الصاد في وسط الوقت. انا داخله نقلب له ويقول لي لا 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 ما تقلبيش مراتي هادي هي لا والو هادي باقا صغيره وهادي ما فات الوغ كو تبارك الله اون اكسيلي في لو دومين دونك اون ترافايي. وهادي يعني اليوم خصني نحيي طبعا جامعة الحسن الثاني ونحيي الأساتذة الأجلاء اللي قراونا لأن يعني التكوين جد مهم في بلدنا الحبيب. ف ومني فكيت له المرا ديالو طبعا أنا ما تصممتش ليه الكلام ديالو دونك كيف ما قلت أنا من ديال القسم وخصني نقد السيدة بكل ما أوتيت من قوة. فدخلت السيدة وعملت اللازم والحمد لله من بعد عاش. ومن بعد كيجي كيبوس ليا راسي وكيقول لي سمحي ليا راه انت كدمتي ليا مرا وباقا صغيره وهادي مهم ما عجبتوش بداك الشكل اللي كنت انا فيه. وبالتالي بوغ دير كو النظره مازال كنرجع يعني رجل في مجال في مجال قروي ومع ذلك بلوز او موان استهزأ يعني ولكن ما خليتوش لان انا كان الهدف ديالي هو نقد هذيك السيده. فنرجع للمسار المهني بالتالي من بعد طبعا دون لو كادر لا ميوتاسيون رجعت لدار الدار البيضاء اللي هي مدينتي واللي هي مخليه فيها وليداتي وداري والناس اللي طبعا تربيت معاهم وكبرت معاهم. ابخي جو بونس ان 2006 اكزاكتومون بدا العمل الجمعوي لان المعاشره ديال الشعب اللي كتخدم في قسم المستعجلات راه عندك احتكاك يومي بالمواطنين، احتكاك يومي بالمشاكل النفسية ديال المواطنين، احتكاك يومي بالمشاكل العائلية، بالمشاكل الاجتماعية، ما كتبقاش غير طبيب كداوي ولكن كتدخل في المجال الاجتماعي. جي في مأساة في الليالي ديال لي زورجانس، كيفاش كتجي اون فام فيولونتي، كيفاش كيجي شاب مغتصب، هادشي كله عشتو، يعني راه واحد رصيد اللي عشتو. وانايا في قسم المستعجلات وكيوليو عائلات. انا كنت كنقول لهم حتى يعني للاسف الشباب اللي كانوا كيتناولوا المخدرات كانوا الناس كيخافوا منهم هذوك الناس هما اللي كانوا كيحميوني. اللي كنت كنكون في الليل في قسم المستعجلات نبيله كاينه ولا كيعيطوا ليها نبيله ما بقاوش كاع كيعيطوا ليا الدكتوره ولا حتى حاجه ولا هما كيجيو يتستفوا ويجلسوا علاش لان كنت كنعتبرهم ضحايا المجتمع. الفرصه كنت تحت ليهم ما كانوش غادي يعيشوا. ملي كيبداو يعاودوا لك المأساه ديالهم كتفهم على ان كل واحد اليوم عنده حق في الحياه عنده حق في حياه احسن وافضل الى الظروف تحت له طبعا. اذا رجعت من قسم المستعجلات ودخلت خدمت في الدار البيضاء التحقت طبعا بفضاء الصحه للشباب وليت عاود كنلقى شباب مشاكل من نوع اخر مشاكل كنت كان مع الطالبات بالخصوص يعني هما اللي كانوا لي بروميي باسيون اللي كنت كنشوف طالبات وطلبه والمشاكل العائليه اللي كانوا كيعيشوها المشاكل اليوميه والمشاكل الصحيه طبعا ولو ما كانش عندهم الحمد لله مشاكل جد كثيره ولكن المشاكل النفسيه جد كثيره. فهذه الفئة كنت كنشوف يعني بنات وطالبات للأسف تعرضنا لواحد مجموعة ديال المسائل اللي هي خارج على الإرادة ديالهم واحد الانحراف اللي كيكون غير راضيين به. المهم واحد مجموعة ديال المشاكل اللي جعلت أن سي من تما فين بدا التفكير بالولوج إلى حزب سياسي. علاش كنقول Si j'avais le pouvoir de changer des choses, je vais les changer. Aoulen, c'était Ktinaf, Seha. Et en fait, je disais, là, je suis un diabétique qui a été en train de se faire la dialyse.
كون كنا قادرين على اننا نديرو اون بون ايدوكاسيون اون انكولكي لا في اللي دو بوجي تو لي جور يدو فير 30 مينوت دو مارش تو لي جور خصو يتناول هاد الماكله ويتناول هاد الماكله ما كناش غادي نديرو اوتون دو ديبونس اليوم اللي كيوصل للدياليز ما يقدرش يخدم و ou bien sûr tous les effets secondaires li kaydirou ala marad soukari fa ma ras daw ki kidkhlou liya chi hwayj ala anna kifash يمكن لي نغير شي حاجه. طبعا بدا العمل الجمعوي، بداو القافلات الطبيه، بدا وبدا التفكير الانتماء لحزب، وكان لو شوا طبعا على حزب التجمع الوطني الاحرار اللي عمري ما بدلتو اليوم من هذا، لان كانت عندي قناعه راسخه ان هذا الحزب هو اللي غادي يعطيني الفرصه على انني يعني نخرج هذاك الشيء اللي كنعيشو في اليومي. والحمد لله طبعا التحقت بالحزب وديت كحالكم في لاج ديالكم، يعني بديت كنعمل داخل الحزب طبعا ندوات، فان داك طبعا راكم ديجا طبيبه، فبدينا العمل مع الجمعيات، بدينا العمل استقطاب الشباب، كيفاش نتكلموا مع الشباب، وتقولي على ان المجال السياسي هو مدرسة، يعني تعلمت الكثير 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 داخل الحزب. تعلمت كيفاش نواجه بعض المشاكل يعني اليومية ديالي، تعلمتها من الاحتكاك بالحزب، لأن فما بالك اللي زوين في الحزب السياسي سكو كتلاقى مع ناس كبار، كتلاقى مع ناس صغار، طبعا يعني التجربة السياسية والحنكة السياسية مهمة كتاخدها إلى مانيير باش كيعرفوا ليستواغ دو ماروك، لا مانيير لأن لقينا ناس اللي كانوا معنا من ايام الاستعمار، كانوا معنا ناس كيفاش قصوا الحزب، كيفاش جات فكره تاسيس حزب، علاش في ديك الزمان اللي كان خاص الحزب يتاسس وشنو هما دواعيه، وبالتالي كتبدا تتعلم تو دو فورج، سي اون ايكول كي بيرمي دو فورج. صحيح الكليه علمتني مهنه وحرفه، ولكن الحياة السياسية والدخول إلى حزب سياسي خلاتني على أنني نتعلم الحياة اليومية. طبعا كان واحد الجانب ديال الاحتكاك المباشر بالمواطنين، مباشر اللي هو الاشتغال ديالي اليومي مع الساكنة، وحنا عارفين شكون الفئة اللي كانت كتجي يعني المستشفيات، وطبعا كاين الاحتكاك بالقيدوبين ديال الحزب اللي عندهم تاريخ وعندهم مهنيه وعندهم واحد يعني الجانب اللي ما يمكنش تعلمو في الزنقه خصك تعلمو في الحزب. علاش؟ لان تما كتعرف يعني كومون كيفاش تسير الشان المحلي. انا كون ما دخلتش الحزب ما غاديش نعرف شنو هي الجماعه وكيفاش كتسير وشنو هي البرلمان وشنو هما لي بريفوغاتيف ديال البرلمان، فهادشي ما كيتقراش تدخل في الكليات، كندوزو دي زابيرسو عليه على الحياة الشرعية وعلى هادي، ولكن ملي كتعيشو داخليا كتعيش مواقف كيفاش يمكن لك بانخراطك في العمل السياسي يمكن لك تبدلها، ومنها يعني واحد المجموعة من المواقف اللي عاشها المغرب واللي بفضل السياسة تبدلات، ومنها اللي قلتي والسادة يعني دخول الحق في لو فوت لا فام والى غير ذلك. فهذا الشيء كيجي بالنضال الحزبي، بالنضال ديال الحياه الحزبيه في المجتمع. اذا طبعا نرجع على ان ملي دخلت الحزب، طبعا ملي كتدخل الحزب راه اوتوماتيكمون راه كتولي عندك رؤيه من اجل الترشح. فبديت ترشحت في 2007 في البرلمان، ترشيح نضالي كيف ما كنسميو، يعني حنا كنا داخل حزب التجمع الوطني الاحرار، طبعا كنبداو داك الترشيح النضالي يعني تساند لو تيت دو ليست، لان كتعلم خصك تعلم خصك دوز بواحد المراحل، ما يمكنش تجي وتبدا من الفوق داير ضروري، سي اون هيارشي ريسبكتي اي سي واحد يعني المسار اللي كتعلم فيه. فبديت كنعرف شنو هي الحمله الانتخابيه، كيفاش نجيو مع الناس، هادشي كان في 2007. من بعد 2009 عاود ترشحت للجماعه، وهادشي كان في انفا، ومن بعد 2015، وطبعا الحياه المهنيه الى ايفولوي اون باراليل، يعني دزت من طبيبه، دزت المندوبه ديال وزاره الصحه، هنا عاود ولا كفاح اخر ومن نوع اخر، كيفاش نوجد سبيطارات الناس،
كيفاش نوجد الدواء للناس، كيفاش نحسن من الآليات داخل المستشفى، كيفاش نجيب يعني موارد إضافية للمستشفى. فهذا كان واحد الهم آخر. بنمسك طبعا دوزت فيها 4 سنوات، طبعا احتكاك إضافي بالساكنة بالجمعيات بالمجتمع المدني. بدينا كنعرفوا على أن المرأة خصنا نجدوا لها لا نيسانس تكون عندها، يعني المرأة الحامل كان خصها واحد الأولوية وخصنا نوفروا لها واحد الدعم مهم باش ما يبقاش عندها القلق فين غتولد وكيفاش غتولد. يا في دي ريفليكسيون طبعا كان طاقم طبي وشبه طبي رائع وإداري اللي تعاوننا عليه الجميع باش نوصلوا بعض الأشياء اللي كنا كنآمنوا بها. طبعا من بعد من دوبة أنفا، وطبعا هنايا دائما كيزيد يترسخ، بلوس الزمان كيدوز بلوس الوقت كيدوز بلوس الاحتكاك بالساكنه كيزيد يكبر، الاحتكاك بالهموم ديال الساكنه كيزيد يكبر، وكتعرف اشنو خاصهم وعلاش انا كنكافح. راه كان يمكن لي نعزل انني جو غيست ميدسان نمشي ندير سوايعي نخدم ونرجع نقابل وليداتي، اي سا سيتي ان شوا، اي لو شوا كو جي با في فاش ماشي ما درتوش. طبعا راه في ظل هذا راه كانت التزامات عائليه، وهذا لو ديفي اوسي دو لا فام سي كو كاين التزام عائلي، كان وليداتي كان خصهم يكبروا ويترباو ويتعلموا الاخلاق ويتعلموا واحد المجموعه ديال المبادئ. وكان لو دوزيام فولي، واليوم اونتر بارونتيز الابنه ديالي راه طبيبه، يعني بوغ بو دير كو وحده طبيبه وحده دايره الحقوق. دونك ف وحده ان شاء الله تكون طبيبه ووحده محاميه مزيان. دونك هذا سيتي يعني ان تشالنج اوسي اللي يمكننا نتكلموا عليه. ف كيكون الهم ديال المراه والام ان يوم نفتح القوس شكون يعني اعز الانسان لنا اليوم سي الام. طبعا لان الجنه تحت اقدام الامهات. اللي كانت